السلام عليكم. اليوم شرحنا عن كيفية تثبيت أي منشور على الإنستغرام وجعله في مقدمة الصفحة. نتوجه إلى تطبيق الإنستغرام، وبعدين بنفوت على زر الملف الشخصي الموجود بالأسفل. والآن نقوم بالدخول إلى المنشور المراد تثبيته، مثلا هذا المنشور، وبعدين بنروح على ثلاث نقاط الموجودة بالأعلى. والآن سيظهر لنا خيار تثبيت في ملفك الشخصي. وهكذا يا صديقي تم تثبيت المنشور أعلى الملف الشخصي. كان هذا شرحنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك بالقناة، دعما لنا لنشر المزيد من الشروحات.